بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رمضان كريم ومركلة يو برامج كيني رمضان كا يو عافماتك حلقوين كان عاو قادل دون طبعا وعاو يكو جهن مدحنونك مدحنونك وطان سوشاقنا مدحنونك مركي يعني سكرتي اللعظو يمركي بريشر كا يعني أودعه وطن سويش يعني مدحنون الحوجنين وجرو مدحنون كاسو اللي بقلبي عاد وسي درنانا وطن نري وجرسين كراي ما ركتي هير وقفك حتى أمته قلبه وطن له يعني واللي ب مركان كان له يعني مركي بريشر كوس ودعه بيعبيتان كعاد ويا رادان وطن سويش يعني وحنكلو سويش يعني رمش كي كلو محو هاي تو اها مرق حنونك الى فحنونك وولي ودك سايمين تا يعني وكينا يعني غير كود بروبليم يعني حتى ولاس كون قوت غدشه صلاه التراويح دا ان سو شغنا او لو با يعني ري محو هاي تن لحريران غير كود سي ددك ارترايتس كا قبا ان غاترتو لحريران سميان انت لا غارن صعد في يعني سمان انت اصلا انا كسو هذلني ما انتو عربنا ان كا هذلنو مدحنونك أنا هين يعني نوعية يعني بريشر كأم هاي تكو هرنين أم مدحنون يذا مدحنونك بدني هاي مدحنونك بدنا متك سون كي بدو متك هوس ولا هاي بريشر كنري لكن مدحنونك لو حاجرة إنك صعود الرضا كلا أنا هذا أن كذا لين كأنا مدحنونك وعن كذا لين هذا يعني مدحنونك بدنا للصعودة دتك دائمة كفيجة iyo sigaarka oo marka dhacda in yani xilliga soonka yani dabcan badama maalinta dhan oo yani si degdeg ah yani uu ku goynaayo qofku yani ku istaagayo sancabeenin waxa u yimaada mad xanuun aad u xoogan ayaa u yimaada mad xanuunkaas runtii ka imaanaya yani kafeegi uu joojiyay iyo sigaarka marka waxa loo baahan yahay dadka waliba kafeega daaima مال مكهر إن يعني أولي أسبوع عمله أسبوع إنه سكدة يعني مالكتي دتك كافيه عبا إن كافيه يكون بدشان ما هاي توين مت كان كافيه عن كافيه لبت عن هين كافيه يعني أقل أو يعني بدلاء أو سي هلو يعني قبتن كيس حوجن أو سن يعني رنتي سن أدري من مدحنون كاس كي ما ناي يا الغوان يا ee saaso kale sigaarka dadka caba sigaarka si saba waan ognahay wa yaani inuu waliba caafimaadka u daran yahay waxaan kula talinaa dadana dhakhaatiirta sigaarka oo waliba la sheegay inuu yahay caafimaadka u daran yahay dhibaatooyin badan la keeno kulayta waxaan ka doonaa mowduuciisa marka la gaaro muxuu ahayto sigaarka بيش لغة يعني مالين تسكر جو جنت دونك أنا واضح لدوناي لكن لباتو وين أيو كنا أو أكتهين ما هاي تو إن لباتا عافي ما أقول لي يجر كنا ودن قرآن ودنها حديدها سبب هذا هذا هو حل صوت شيء جيبا إن لباتا كله أقول لي يهي أو كان سر بدن إنه كنا أو بلي ومال بدن وكل عصير نقول وذين كعلوش بيرك دفشيت كا iyo maxaa ay to qanjirada yani prostate kale iyo kaada haysta marka yani dhibaatadiisa maalin maalinta ka sii dambeysa waa sii badanaya marka taas bulshada Soomaaliyeed ee saameynta ah ayadoo waliba xilli ay tahay Ramadaan waa xilliga laga faa'iideysan karo oo yani qofka uu joojin karo sigaarka hadii waliba yani waliba dhibaatadaas uu watana uu yani runtii soo ka warhaya وأنا فرصد وكجو جنكر وهاي مركا سيجاركا يعني دينيا إنه حرام سياد الأشياء أو لبا يعني أي صوب نلقين معاي تو WHO أمورك عثمان دونك يمفتي أزهر أي صوب نلقين أو يكوس شيئين معاي تو التدخين حرام بكل مقاييس شرعية إن هي رهدين أيضا الله عسكنا أو لبا آياتها قرآن كا أو إلهي سعودي جيودا وعليه هي ولا تلقوا قال الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين إيوه آيدك ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما مركتاس
وحا يعني سيجارك بعد ما ودلايه ودباتاس وطو يعني صونك هذه نكاعر قلدين هاي محايا لما دحنون كان حوقان يدباتان وكينا ايو وفرصة دا ادوغف اي سكرتيد انا تكون جوجست يعني ولالك مسلم كاو صوماليك هو انا ادوغف اي ستيد جانس كاس اي اهتهاي تالادا ان سو قد بنينو مركا اين تاس محوا هايتو اين وفرصة وليبا اد صونك اوغف اي سكرتيد tan kale oo aan rabno inaan ku darno muxuu ahayto markii saasu kala madaxnuunkaasi maada markaa maxaa la sameynaya waxa la sameynaya waxa waaye qofka kafee kafeega daaima waxa roon xilligaas wataan sheegina kafeegtii bedelay inuu qaato ayaa loo baahan yahay wataan uun dhare hada qofka sigaarkana waxa waaye inuu yaani adkays u yeesho inkastoo jiraan wax sigaarka bedelay nicotine oo nicotine beenta ah oo jirto oo la qaato si qofku markuu geynaayo oo uu isticmaalo ayadana uu ku fikiro waa fursad uu uga faa'iideysan karaayaan intaba bacdamaa kafeega naftiisa yacni dhibaatadiisa uu leeyahay gaar ahaan dadka wadnaha iyo xididada ka jiran iyo muxuu ahayto sigaarkan ogna dhibaatada ku hayo caafimaadkeena waxaan kaloo rabay inaan uga faa'iideysto xalqada kale aan ka faa'iideysan kale waxay tahay xilliga soonka ama ramadaanka cuntada qaarkood dadka cuna cuntada badan ama shiilan ama spiciga ah yacni basbaaska leh waxaa aada ugu dhasha maaragtay ama dadka caba yacni waxyaabahan gasacdaysan oo la yiraahdo carbonateska la yiraahdo oo sida kokoolada iyo faantada waxyaabahaas gasacyada leh caariyo badan bay dhaliyaan aariyo badana ku dhalanaysa qofkii dheefshiidkiina wuxuu ku noqonayaa dhibaato weyn ay culays ku noqonayaa gaar ahaan weliba saxuurta dad waxaa jira weliba dhahayo waa ku dejinaynaa kokoolada iyo muxuu ahayto spriteka iyo waxyaabahaas oo muxuu ahayto noocaas ah taas waxay sii zaaidinayaan hawo badan oo ku dhalata muxuu ahayto urku jirka ama qabsinada taasoo aad u dhibaato weyn u keenayso maalinta xigta yacni soonkiisa ama ramadaankiisa ayadana waxaa loo baahan yahay waxyaabahaas in iska joojiyaan oo weliba cabitaanka noocyadaas ah balse ay isticmaalaan biyaha caadiga ah ama fruitska juuska yacni oo muxuu ahayto fruitska ah inay qaataan markay cabitaanka biyaha ay cabaayaan iyadana taas ayaan rabnaa inaan muxuu ahayto aan kula talino haddii wax zaa-id ay noqdaanna inay yacni dabcan ay la xiriiraan muxuu ahayto dhakhtarkooda waxaa kaloo jiro xilligan ramadaanka marka hadda aaridan ka hadlayno iyo hawadan caloosha ama terorismka ah waxaa jira dad jaadka cuna jaadka xilliga ramadaanka waa fursad naftiisa qofka uga faa'iideysan kara inuu iskaga joojiya haddii kalena uu ku joojiyo xilligaas ramadaanka maxaa yeelay dhibaato ayuu u keenayaa maalinta xigta muxuu ahayto soonkiisa wuxuu keenayaa aaridan badan waa ku dhalinayaa midda kale wuxuu kaloo sameynayaa yacni oon badan ama haraad badan ayuu u keenayaa maalinta xigta afkii qalala candhuuftoo yaraata qofkii oo ramadaankii ku jiray waa ugu sii zaaida saasoo kale waxaa iska leh muxuu ahayto dadka yacni ayaga laftooda daa'ima muxuu ahayto cabitaanka macmacaan waxaa waaye kaadidaas badan waxay u keenaysaa haraad badan oo aada yacni oon badan maalinta xigta iyo afka qalala ayay u keentaa marka waxaan u rajaynayaa muslimiinta soomaaliyeed ee ramadaankooda gudanayo inay ku waaraan yacni ama ku dhammaystaan si caafimaad leh insha allahu tacaala waxaana xalqadeena caawan kusoo koobeynaa intaas wabillaahi towfiiq wasalaamu allahu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu